احنا يعني اما بعتها انا رحت مشيرها في نطاق المجموعات بتاعتي وبقول يا جماعة 1 ديسمبر تعالى نقاطع، لان احنا كلنا هات لي واحد في مصر ما بيقولكش ان الفترة اللي فاتت الاسعار طلعت بسرعة الصاروخ، ولما جالها مدخل ينزلها ما نزلتش، ولو نازلة هتنزل بزي السحلفة. 2، الدولار يتغير النهاردة نفاجئ في نفس التوقيت ان الاسعار بتزيد. طب هو انا اشتريت حاجه لسه عشان بالسعر الجديد؟ فالنهارده المجتمع المدني لازم يبرز ارادته في معادله العلاقه ما بين المورد والمستهلك. دايما لما احنا بنيجي نتكلم بنتكلم على ان لما بنتكلم بنقول ايه؟ كل الدعاوى اللي بتقول لازم نرجع للتسعير. فبيرد عليها لا احنا خلاص دوله نظامها الاقتصادي وخامها الاقتصادي بتدعو للتنافسيه. برجع اقول انا اؤمن بالتنافسيه بمعنى كلمه التنافسيه، انما ما يحدث حاليا ليس التنافسيه. ليه؟ لان التنافسيه بتخلق سوق وفي عندك وسائل بحيث ان انت بتضمن ان يوصل للمستهلك احسن سلعه باقل سعر. باقل سعر. باقل سعر. عايز ارجع حضرتك لموضوع المقاطعه، لانه في ناس كتير قوي بتتابعنا دلوقتي، وطالما معانا رئيس جهاز حمايه المستهلك، المواطن البسيط اللي ربما يكون مستواه الثقافي او الاجتماعي مش هيستوعب التنافسيه وكده، تعال نبسط المساله له شويه. نبسطها. هو بيقول لك، بيسالك، انا بسال بالنيابه عنه، يا فندم حضرتك بتدعوني لان انا اقاطع الشراء يوم 1 ديسمبر، طيب انا هستفيد ايه من المقاطعه وهاكل ايه وهشرب ايه؟ برافو عليك. اولا احنا انا لم يعني يخرج مني ان انا بقولوش اشتري قبلها بيوم، اشتري بعدها بيوم. هل اليوم 1 ديسمبر هيؤثر ويغير المنظومة؟ لا طبعا. لأي واحد واخدها موضوعي هيقول ان ده عبارة عن اطلاق قوة المارد اللي هو محبوس اللي اسمه المستهلك اللي مالوش دور في السوق. اللي بيحصل عموما هو المقاطعة هتبقى اليوم واحد بس، المقاطعة اساسا يوم 1 ديسمبر. ده يعني يوم 2 هنرجع عادي، مفيش مشكلة هنرجع عادي. انما احنا بالاول المبادرة ده اول اعتراض رسمي، عارف زي ما كانك تستس كده بتعمل تجربة يا ترى الفكرة، يعني ان احنا بالونة اختبار. بالونة اختبار. طب هو هيستفيد ايه اللي هي المستهلك ايه؟ يعني ان احنا بنقول للمستهلك النهاردة ليه اللي بيحصل لك